صباح الخير، فيديو جديد بإسطنبول والبوسفور. اليوم غادي نديرو ان شاء الله جولة في البوسفور. اليوم الصباح بكري شوية، كاين شي شوية البرد. المهم غادي احنا دابا كاينين في القسم الاوروبي، احنا في القسم الاوروبي هنا من اسطنبول. غادي نديرو جولة بالباطو، ها هو الباطو. غنديرو جولة، غادي نكتشفوا الفيلات ولي ريستورون وكاع الاماكن الزوينه اللي كاينه في القسم الاوروبي. من بعد غادي نقلبوا الدوره للجزء الاسيوي. فاحنا لوطي اللي شدينو في القسم الاوروبي، خلاص درنا جولات في البلاصه اللي مرتبطه بالقسم الاوروبي، وغادي دابا نمشيو للقسم الاسيوي حتى هو غادي نمشيو نكتشفوه، وغادي نمشيو لواحد المول تما. انا ما عرفتش واش هاد الفيديو هذا غنبين لكم هادشي كامل ولا لا، على حساب باش ما نديرش لكم فيديوهات طويله. غادي نحاول انني ندير شويه هكا وشويه هكا. المهم شوفوا معايا، عرفتوا هاد المسجد اللي مفرج في الفيلم ديال تايجر سلمان خان. هذاك في الفيديو كاين هاد المسجد، وديما كنقول بغيت نمشي نجي مره نجي اسطنبول ونمشي حداه، وسبحان الله من الزهر اتم اللي حط دابا الباص باش نركبو في الباطو ويبان ليا. قلت سبحان الله شحال وانا كنقلب عليه. غادي نمشي نطلع عليه قبل ما نركبو الباطو ونمشيو نديرو جوله في البوسفور. بقاو معايا، غادي نمشي حدا داك المسجد اللي مثل فيه سلمان خان، وغنمشي ناخذ شي تصويرات تما كاين ونبرع عوينتي به. البلاصه فعلا زوينه، شوفوا الباطويات، هذا الباطو هو اللي غادي نركبو فيه باش غادي نمشيو ونديرو جوله. هاد البلاصه هادي من اجمل الاماكن هنا في اسطنبول صراحه، واحد المنظر ديال الصباح بكري. شوفوا الليل الجو، جيت البوسفور الجسور المعلقه، الضباب تما كاين، الجو صراحة غزال. حنا دابا غادي نمشيو نطلعو دابا في الباطو، وأحلى تحية من عالم الصفاء الترابي. Acılara yürüyor korkmuyorum, arada bir kalbini yokluyorum. Cennetten çiçek mi topluyorum, herkesi sen gibi topluyorum. Ama sen başka bir kollarda, sam sarhoş olmuyor yollarda. Kaybolmuş bir gençliğim var da, olacak bir yolluyum var ben. Acılara yürüyor korkmuyorum, arada bir kalbini yokluyorum. Cennetten çiçek mi topluyorum, herkesi sen gibi topluyorum. Sen başka bir kollarda, sam sarhoş olmuyor yollarda. Kaybolmuş bir gençliğim var da, ama caddede yolluyum var ben. Acılara yürüyor korkmuyorum. كاع مغربيات متبعين المسلسلات التركيه، واكيد هذا البلاصه راكم عارفينها وكتشوفوها. هنا فين كاينين الفيلات ديال الاغنياء ديال اسطنبول. فالمهم من الاساسيات، اي واحد جاي يزور اسطنبول ضروري يدير جوله بالبوسفور. راه كيدوروكم هنا في الجزء الاوروبي، ومن بعد كيدوروكم للجهه الثانيه ديال الجزء الاسيوي، وكل بلاصه وتعرفوا المميزات ديالها. بزاف تساؤلات جاتني في من عند المتتبعات، بغاو يعرفوا التكلفه ديال الرحله، بغاو يعرفوا المصاريف، بغاو يعرفوا شحال ديال الفلوس غتقدهم باش انهم يتجولوا، باش انهم يديروا شوبينغ في اسطنبول. فاليوم في هذا الفيديو غادي نجاوبكم على بزاف من هاد التساؤلات.
المهم البنات استمتعوا معايا بهذا المنظر، وفي نفس الوقت غتفرجوا في الفيديو حتى الاخر لانني غنعطي نصائح مهمه وغنجاوب على بزاف ديال التساؤلات. بالرغم ان اليوم الجو ما باردش في اسطنبول، ولكن الكز فوق الباط والبرد البرد 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 فاش دار فينا هاد البرد هذا ديال البحر. غنمشي ندخل الغيستورون من هاد التفاو، من هاد نشرب شي قهيوه كاو. هي هادي القهيوة، شربي شي قهيوة. دوري هات البريده شحال زويونين. شتيها بقايا البارح؟ خديتها البارح من الورود الجميله. راه قلت لك البارح حفدتي ما بقيتيش معايا. البارح ما بقيتيش معايا. الله، نعم عجبتك. الله، نمشيو ناخذ شي قهيوه ولا ناخذ شي حاجه. Do you speak Arabic? Do you speak Arabic? Yeah. No. لا حليب، لا حليب. How much? Nescafe? 10 lira. And cappuccino? 2. 10 lira. 10. For me, that's for me. That's for me. كابوتشينو 10 ليرة، 10 ليرات، ثمن 10 ليرات. تيمسوس هادشي اخويا. Without sugar. Sugar. No, I won't. Thank you. كيعجبني الكابوتشينو ولكن ليس بدون سكر. الصداع ديال Acılara yürüyor, korkmuyorum. Arada bir kalbini yokluyorum. Cennetten çiçek mi topluyorum? Herkesi sen gibi topluyorum. Ama sen başka bir kollarda, tam sarhoş olmuyor. Acılara yürüyor, korkmuyorum. Arada bir kalbini yokluyorum. Cennetten çiçek mi topluyorum? Herkesi sen gibi topluyorum. Ama sen başka bir kollarda, sen sarhoş olmuyor. كابوتشينو زوين، الثمن ديالو رخيص بزاف، 10 ليرة فقط. كملنا كابوتشينو، غادي نخرج دابا نتأمل. بغيت نشم داك الريحة الطيبة ديال البحر ونتأمل داك الجمال ديال اسطنبول، وفي نفس الوقت غادي نتحدث معكم شي شوية ونجاوبكم على التساؤلات بالنسبة لشحال ديال الفلوس تقريبا غادي تقدكم إلا بغيتو تجيو لهنايا لاسطنبول. قبل بعدا غادي نقول لكم شوفوا هاد البلاصة، شنو هاد الصور اللي كتشوفوه هذا. هذيك هي بحال نقولوا المدينه القديمه، داك الصور اللي كان قديم في عهد الدوله العثمانيه. عاد داكشي اللي خارج الصور فراه هو المدينه الجديده، يعني اللي تبنات من بعد.
شوفوا شوفوا داك البطاط كي كيجريو في الماء. دابا البنات ندوزو المهم، مسألة ديال الفلوس والمصاريف ديال الرحله لتركيا. بزاف البنات غالطين كيقول لك لا راه اللي راه هابطه اذا راه صافي، راه الحوايج باطل والماكله باطل وكلشي رخيص. لا، اسطنبول غاليه وفعلا الاغلبيه ديال البلايص غاليين، لا في الماكله لا في الحوايج لا في كلشي، ولكن كاينين بلايص اللي رخاصين. هاد البلايص انا مشيت ليهم وتقديت منهم ومازال غنشاركهم معكم في الفيديوهات الجايين باش كل حاجه تبقى في بلاصتها وباش تكون استفاده اكثر. غير شحال ديال الفلوس تقريبا خاصكم تجيبوا؟ هاد المساله انت هي اللي غادي تقدري تحديها، لانه تقدري مثلا تلقاي المصاريف ديال الرحله رخيصه. كاين دي زاجونس اللي كيديروا اوتيلات عاديين غير مصنفه، وكيجيو فوقيتها كتكون مثلا باس سيزون، يعني ماشي وقت ديال الاوج ديال السياحه، فكيكون الاوتيلات رخاص وكتكون الطياره رخيصه. ولكن كما كنقول رخيصه راه كندوي على 7000 درهم، ماشي كندوي حتى شي حاجه قل. بالنسبه للفلوس كاين الناس اللي باغيين يجيو غير يتساراو وياكلوا ياخذوا البروك ويمشيو، ولكن كاين الناس اللي كيبغيو يديروا شوبينغ، يعني باغيين الحوايج بزاف، باغيين الكوفرليات، باغيين المجوهرات، فاكيد هادوك مليون جوج وتقدر ما تكفيهمش، كل واحد وجهده. بالنسبه لي انا شخصيا كنجيب 1000 اورو حتى 1500 اورو اللي كندوزها تقريبا ما بين ماكلتي وما بين اللباس. انا اغلبيه الحوايج كناخذهم من تركيا، كتعجبني الكاليتي ديال حوايجهم، فكناخذ كنجيب لي زاكسيسوار، كنجيب السيكان، كنجيب السبادريات، لي مونطو ديالي، فانا كنجيب حوايجي من تما. هاد المره جبت بالزياده على حساب كاينين صحاباتي بغاني نجيب ليهم معايا حويجات. نصيحه يا جماعه، اياكم تعملوا جوله بالبوسفور بلا ما تلبسوا مونطو، راه واحد البرد. تصوروا كاع اللي جاو معنا ما لابسينش الموطويات راه كزو، راه شدوا واحد راه كاينه مساكن وكلشي تصنتوا لعظامهم. واحد البرد هو اليوم الجو راه ما بارش في اسطنبول، الجو نورمال، يعني مثلا نقدر انا نخرج بكاتما عادي، ولكن وانت فوق البحر او جنب البحر واحد البرد سبحان الله العظيم ضارب، كتحس بك كتدخل مع العظام. لبسوا مونطو، ومونطو ثقيل اللي جاي لاسطنبول. صراحة أنا كتجيني إسطنبول بحال قارة بوحدها، عالم بوحده، هي الدولة الوحيدة اللي جات ما بين القارتين، يعني كاين واحد الجزء في أوروبا ولكن القسم الأكبر كاين في آسيا. هاد المنظر هذا ما تلقاهش في بلاصة أخرى من غير إسطنبول. تخيلوا معايا دابا أنايا جيت في بحر مرمرة، جيت في الوسط ديال القارتين، وسط أوروبا ووسط آسيا، تخيلوا معايا شي هادشي اللي انا مصوراه، والله العظيم ما يجيش حتى 10% من الواقع. واحد الجمال خاص، فعلا جمال خاص. اي لاف ذيس بليس. عالميا كانوا يدرسوا هنا. هادي قذافي قرا هنا. قذافي قرا هنا. هنا قرا القذافي. هاد المكان اللي كتشوفوا ورايا هنا في القرى القذافي، لا تقولوا القذافي ما قاريش ولا الله يرحمه مسكين ياك. لا يقولوا ما قاريش مسكين، كنا حاقرينو كنشوفوا داك الدراعه و احسن جامعه عسكريه هي اللي قرا فيها اتاتورك، قرا فيها حتى اتاتورك. ثقافة عامة، راه كيف كنقول ديما الإنسان يسافر يحاول أنه يوازن ما بين المتعة وما بين الاستفادة. وأخيرا وليس آخرا، احنا وصلنا للضفة الأخرى، وصلنا دابا الجزء الآسيوي. العبارة دابا كتساعد باش ننزلو. شوفوا تما كاين البحرية. هاد الجزء اللي هو وبوجدور والكاب 7. هنايا شوفوا الرجاله كيعجبهم يديروا الصيد هنايا، مازال غادي ننزلوا غنصورهم لكم من جهه اخرى. شوفوا غادي نمشيو لواحد البلاصه واعره سميتها تلة العرائس،
هي معروفه هنايا في الجزء الاسيوي. تخيلوا معايا شحال هذه من اللي ما كان لا واتساب لا فيسبوك لا تليفون، كانت واحد الطريقه زوينه اللي كانوا بها الرجال كيلقاو بها محبوبات ديالهم، كيختاروا بها العروسات ديالهم هنا في اسطنبول. يعني كان عندهم واحد العرف كيطلعوا لواحد التله، ومهم طن 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 ما غاديش نحرق لكم المراحل، مازال دابا نعاود لكم القصه ديالها. صراحه زوينه يعني قمه الرومانسيه والمشاعر والوعود، يعني في تما فين كيتلاقاو وفين كيتواعدوا، صراحه زوين زوين، ولكن ماشي في هذا الفيديو. دابا كنا في الجزء الاوروبي، دابا حنا جينا للجزء الاسيوي، غادي نكتشفوا دابا الجزء الاسيوي من اسطنبول. حرقنا، تخيلوا دابا الناس كيحرقوا من اسيا في اوروبا، دابا حنا من اوروبا حرقنا لاسيا. هنايا كيجيو بزاف ناس كيعجبهم يديروا الصيد، منظر غزال صراحه تبارك، عندهم واحد النظام زوين كيعجبهم هكا يفيقوا الصباح. اليامات اللي ما خدامينش دابا حنا دابا الويكاند، اليوم السبت، فالاغلبيه ديال تبارك كيجيو لهنايا كيديروا لابيش. كيف شفتوا هنايا في المنظر، وجا المنظر واعر، جا تحت من من هذا جسر البوسفور. بو يلا دابا غادي نمشيو نكتشفوا الجزء الاسيوي. خلاص بسم الفيديو هذا الفيتين راني وريتكم البلايصات الواعرين الغزيولين الزويونين ديال الجزء الاوروبي. ايوا دابا يلا نمشيو نكتشفوا الجزء الثاني. كاين واحد المول، كاين واحد المول غنمشيو ليه. بو بما اننا زرنا مول اللي كاين في الجزء الاوروبي، دابا غادي نزورو مول اخر باش نديرو شوبينغ. انا ما نصحش بزاف بالمولات لان كيكون الثمن ديالهم شويه زايد، اللي باغي يمشي للاسواق، ومن بعد غنهضروا على الاسواق. باش ما نطولش عليكم الفيديو، غادي نخلي الفيديو جاي ان شاء الله، وغنتكلم لكم على تله العرائس، غادي نعاود لكم القصه ديالها وكيفاش كل واحد كان كيلقى المحبوبه ديالو وكان كيواعدها بالاخلاص وبالمحبه طول العمر وكذا وكذا وكذا. المهم كيف قلت لكم ما غنحرقش لكم المراحل، فتسنوني في الفيديو الجاي ان شاء الله، وغادي يكون ممتع وانا متاكده غادي يعجبكم.